لماذا الدستور؟ لماذا الدستور؟ وشو ما هو تاريخنا نحن؟ ما هي علاقتنا بالدساتير هذا الشعب؟ وما علاقة الإسلام بالدساتير؟ أنا مطمئن إلى أن الدستور الذي صنعناه هو أعظم دستور منذ دستور المدينة المنورة، منذ الدستور الذي يسمى الصحيفة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة. كانت هناك حاجة للدستور. ليش حاجة للدستور؟ بعض الناس يقولون القرآن الكريم ما يكفيش. القرآن الكريم هو الدستور الأعلى بالنسبة للمسلمين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تفصيل لما في القرآن لتبين لهم ما نزل إليهم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها وثيقة المدينة أو صحيفة المدينة هي جزء من السنة. احتاج الإسلام في المدينة إلى أن يكون هناك دستور يفصل ما أجمله القرآن، يفصل، لأن في المدينة أقواما متعددين، هناك قبائل يهودية، جماعات يهودية وجماعات مشركة. احتاج الأمر إلى وثيقة تنظم التعايش بين المختلفين، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع يضم مسلمين، والمسلمون هم أنفسهم متعددون، مذاهبهم مختلفة، والمجتمع الإسلامي يضم غير مسلمين من ديانات أخرى. ولذلك عبر التاريخ الإسلامي ظلت المجتمعات الإسلامية مجتمعات تعددية، فيها المسلم وفيها غير المسلم. تاريخنا حكمته دساتير تعددية تنطلق كلها من القرآن الكريم. ولذلك لم يعرف تاريخ الحضارة الإسلامية، لم يعرف الحروب الدينية. عرف في التاريخ الإسلامي حروب، ولكن بسبب السياسة وليست بسبب الدين، لأنه في المجال الديني لا إكراه في الدين. لست عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين. هذا شعار الحضارة الإسلامية. دستور المدينة أول دستور في الحضارة الإسلامية أسس لمجتمع تعددي، وظل ذلك يلقي أضواء على تاريخ الحضارة الإسلامية أنها حضارة متعددة الأوجه، متعددة المذاهب، متعددة الديانات، شارك في صنعها الجميع.